الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فعل المقاربة ككان كاد وعسى لكن ندر. اسمع الله، ككان كاد وعسى لكن ندر غير مطالع لهذين خبر، وكونه بدون أن بعد عسى نثر وكاد الأمر فيه عكس، وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا، وأجزم خلق أن لحرى وبعد أوشك انتفاء النزر، ومثل كاد بالأصح كربا وترك أن مع الشروع وجبا، كأنشأ السائق يحدو وطبق كذا جعلت وأخذت وعلق، واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزاد موشك، بعد عسخ لو لقى أو شقد يرد غينا بأن يفعل عن ثاني فقد، وجردا عساء أو يرفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر، والفتحة والكسراء يجز بالسين من نحو عسيت وانتقل فتح سكن. قال أفعال المقاربة والرجاء والشروع يسمونها، يقول أفعال المقاربة، وهي من تسمية الشيء ببعضه، وإلا فليست كلها أفعال مقاربة، بل أفعال المقاربة فيها كاد وكرب وشكر، وأفعال الرجاء هي عسى وحرى وخلولق، وأفعال الشروع هي الباقي كأنشأ وطفق وهلل وهب وطفق، وهي كثيرة، وذهب بعضهم إلى أنها مقيسة. قال رحمه الله: ككان كاد وعسى. كان وجه الشيء بينها وبين كاد أنها ترفع الاسم وتصل الخبر، ككان كاد وعسى مع ملاحظة يندر أن يقع خبرهما غير جملة فعلية فعلها مضارع، فأنا قوله لكن نذر غير مضارع لهذه الخبر، فتقول عسى ربكم أن يرحمكم عسى الله أن يأتي بالفتح، تقول يكاد زيتها يضيء. ومن النادر وقد جعلت قلوص بني زياد من الأكوار مرتعها قريب. قلوص اسمها، مرتعها قريب جملة اسمية موضعها نصب خبر. ومن النادر قال لا تكثرا إني عسيت صائما جاء خبرها مفردا، وجاء جملة فعلية فعلها ماض، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا، جاء خبرها جملة فعلية فعلها ماض. أنا قوله لكن ندر غير مضارع لهذه الخبر مع تفصيل. قال وكونه بدون أن بعد عسى نزر، الأصل أن يقترن خبر عسى بأن، ولم تأتي في القرآن كله إلا كذلك، عسى الله أن يأتي بفتح، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وكاد بعكسها لم تأتي في القرآن إلا وخبرها مجرد من أن، يكاد زيتها يضيء، يكادون يسطون في دينة عليهم آياتنا، ومع ذلك جاءت في غير القرآن، سمع في غير القرآن، سمع القرآن عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، جاء خبر عسى مجردا من أن، وجاء خبر كاد مقرونا بأن. قال والله أنجاك بكفي مسلمة من بعد ما وبعد ما وبعد ما، كانت نفوس القوم عند الغصمة وكادت الحرة أن تدعى أمه، أن تدعى. قال كادت النفس أن تذيل عليه، جاء خبرها مقرا بأن، هذا ما قوله وكونه بدون أن بدأ أحسانة، فكاد الأمر في عفو سلام، وكعسى حرى، حرى مثل عسى فرجاء، لكن خبرها لابد أن يقترن بأن، ولكن جعلها خبرها حتما بأن متصل، تقول حرى زيد أن يصير، نعم. خرب مثل كاد، مثلها في المعنى فعل مفعل المقاربة، ومثلها في حكم أن يقل اقتران خبرها بأن، ومن كاد في الأصح كرب، واضح؟ تقول كرب زيد يصل، كرب القلب من جواه يذوب حين قالوا شات هند غضوب، كرب القلب من جواه يذوب، ما قال أن يذوب. وترك أن بعد الشروع وجب، أبعاد الشروع لا تقترن بأن لما بينهما من تناقض، أن تدل على الاستقبال، والأفعال توحي بالشروع، شرع زيد يتكلم، هب يتكلم، طفقا يقصفان عليهم من ورق الجنة، وترك أما أنشأ السائق يحدو، إعرابها أنشأ فعل ماض ناسخ يرفع الاسم ينصب خبر، السائق اسمها مرفوع لترفع الضمة، يحدو مضارع مرفوع لترفع الضمة المقدرة، والفاعل مستتر ضروري على السائق، وجملة يحدو موضعها نصب خبر أنشأ، كذا جعلت وأخذت
وعلق زيد يتكلم نعم. استعملوا مضارعا لأوشك. أصل أفعال الباب الجمود. وما لك استعملوا مضارعا لأوشك قالوا يوشك وهو كثير. يوشك من فر من منيته في بعض غراته يلاقيها. يوشك من فر جاء من المضارع. واستمر لأوشك وكاد. كاد يكاد زيتها يضيء يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا كاد لا غير وزاد لا غير فقط وزاد موشكا صيغ اسم الفاعل من أوشك قال فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يباب موشكة بعد عسخ لو لقى أوشق قد يرد اقرأها كذا بعد عسخ لو لقى أوشق قد يرد أوشق قد يرد أوشق قد يرد عندي شيء يسموه يجرى اللفظ في الوصل مجراه في الوقف قرأ ورش رحمه الله تعالى وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي في الوصل يقرأ بهذا الشكل ومحياي دون وقف يسموه قال ابن مالك سفيتي وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما تقول بعد عسخ لقى أوشق قدير الكاف سكنته الكاف والقاف مخرجاهما متقاربان فأدغمته فيه قرأ ورش ألم نخلقكم من ماء مهين قرأت ورش ألم نخلقكم لا تزال القاف غير موجود بعد عسخ لقى أوشق قدير غير بين يبعل قال عسى وخلولق وأوشك السلام. يستغنى فيها بأن والفعل عن المنصوب فتكون تامة تقول أوشك أن يصل زيد عسى أن يصل زيد عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم عسى أن يصل زيد عسى فعل ماضي أن حرف مصدري يصل فعل المضارع منصوب بأن زيد فاعل بيصل وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فعل عسى ولا خبر لها تامة مثل كانت تامة واضح عندنا وقال بعضهم بل هي ناقصة لكن التقدير عسى أن يصل زيد زيد اسمها تأخر وأن يصل خبرها تقدم واصل الكلام عسى زيد أن يصل لك الأول عسى الله أن يأتي بالفتح فهمتها واعترض عليه بعضهم على هذا قالوا الفعل ضعيف فيه جمود لا يتصرف في معموله لا يجوز أن يتأخر اسمه ويتقدم خبره واضح أنا قولي بعد عسخ لو لقى أوشق قد يريد غير بأن يفعل عن ثاني فقد اللي هو الخبر فتكون تامة صارت مرفوعها واضحة أقرأ لكن فعل الكاف بارك الله فيك تستطيع أن تقول عسى أن يصل زيدان فصلك هذا عسى أن يصل زيد إذا قدرنا بأن زيد اسم نقول ما, 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 ما هو فاعل يصل قالوا الضمير يعود على زيد قالوا كيف عاد على متأخر نقول في النية تقديمه لما أحب أن أقول لك هذا في النية تقديم النصب نصب عسى زيد أن يصل واضحة تظهر النتيجة في التثنية والجمع إذا كان الفاعل مثنى تقول عسى أن يصل زيدان عسى أن يصل الزيدون عسى أن يصل الهندات واضحة إذا قدرت أن الاسم مؤخر من تقديم واضحة وجردا عسى وارفع من مرامها إذا اسم قبلها قد ذكرت ذكر لنا صيغتين الصيغة الأولى عسى زيد أن يصل عسى الله أن يأتي بالفتح ذكر لنا صيغة أخرى فيها تقدمت أن الفعل الاسم فقال عسى أن يصل زيد ذكر لنا في هذا البيت صيغة ثالثة وهي أن يتقدم الاسم على عسى فتقول عسى أن يصل زيد عسى أن يصل زيد عسى أن يصل إذا قدرت عسى أن تتحمل ضميرا فهي ناقصة والضمير اسمها وأن والفعل خبرها واضحة وإذا قدرت أنها لا تتحمل ضميرا فهي تامة وأن والفعل في تأويل مصدر فاعل وتظهر النتيجة في التثنية والجمع إذا قدرتها لا تتحمل ضميرا تقول عسى تقول الزيداني عسى أن يصل الزيدون عسى أن يصلوا الهندات عسى أن يصلنا وإن قدرتها تتحمل ضميرا تقول الزيداني عسيا أن يصل الزيدون عسوا أن يصلوا وهي لغة فصيحة لغة تميمية لا شيء فيها والأولى حجازية وبها جاء القرآن لا يسخر قوم من قوم
عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. لم يقل عسينا ولم يقل عسوا، أنا قوله وجرد العساء ويرفع مضمرة بهاء الاسم قبلها قد ذكر، قال رحمه الله والفتحة والكسرة أجلس في السين من نحو عسيت وانت قال فتح الزكم أي علم. قال إذا أسندت عسى لضمير رفع متحرك لك أن تقول عسيت أو عسيت، قال وانت قال فتح قال اختيار الفتح زكين أي علم الأكثر. هذا قراءة ورش رحمه الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تسجد، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال. والله صلى الله عليه وسلم الزيداني عسايا أن يصل صح عسايا أن يصل كيف حالك عسايا بارك الله فيك. تقول عسى فعل ماضي ناسخ والألف اسمها مبني في محل رفع وأن حرف مصدري، ويصل فعل مضارع منصوب نصب حذف النون والألف فاعل مبني في مضارع وأن يصل محلها نصب خبر عسى، وجملة عسى وما بعدها في محلها رفع خبر الزيداني.